الله يكرمك يا أستاذ محمد وإزي حضرتك. ربنا يكرمك يا كابتن ناجي. كابتن ناجي، مباراة البن أنا شايف إن هي، لك أتكلم بالنسبة لحراسة المرمى، يعني كان الأداء بالنسبة لشريف هو واحد من نجوم المباراة، مفيش كلام، أدى بشكل كويس قوي، كان مركز، أنقذ انفرادين في منتهى الخطورة، كانوا واحد في الشوط الأول، كان في بداية المباراة، واحد في الشوط الثاني، الكرات العالية كان بيتعامل معاها بشكل جيد جدا. بس أنا عايز سؤالي في الحتة دي، يعني برغم إن مفيش ماتشات والمباريات كده، شريف فايق، كان الأول في مباريات كان في مشاكل، ما تفهمني أنت القصة دي. لا ما فيش قصة ولا حاجة، هي أمور الحمد لله. إحنا قلنا محتاجين شوية وقت، الولاد فنيا حاجة كويسة وحاجة يعني ممتازة، وعايز أقول إن إحنا يعني الحمد لله وصلنا لثلاث معاين، وشريف أساسا يعني جون عنده خبرة كويسة، كانت مشاكل بس قعد سنتين مصاب، فكان لازم يبقى ياخد وقت شويه على ما يتعافى من الناحيه النفسيه والبدنيه والفنيه. الحمد لله ده حصل في الفتره الاخيره، وشايفين اداؤه مش من دلوقتي، من مباريات الدوري العام المقاولين عملوا كويس قوي، ام بي حاجات كتير، المصري اللي اتلغى ده نجوم المباراه طبعا. لا الحمد لله يعني احنا انا بقول لحضرتك يعني، لكن اللغز في كابتن ناجي يعني، او تعليق الناس ان في ظل انت بقالك اكتر من 60 يوم ما بتلعبش، وحتى لما بتلعب مباريات وديه، وفي بعض المباريات ما لعبهاش شريف، كان مصاب فيها في مباراه الامارات، ولكن ما شاء الله يعني واقف على رجليه بشكل كويس، مركز يعني. هي دي النقطه الناس عايزه تفهم، ما هو برغم ما فيش مباريات بس يعني الامور ماشيه كويس يعني. بس احنا كنا زي ما قلت لك قبل كده، ودايما في لقاءاتنا حتى في الهواء، ان بس العلاقه ما بين الجهاز العصبي والعضلي تستقر، يعني مركز حراسه المرمى ده محتاج وقت ولعب وعدد ساعات وكده. كان في كلمه مشهوره قوي يقولها لي الكابتن شربين الله يمسيه الخير، يعني يقول لك لو انت اول ما تتعلم السواقه متدرب على الدكتور، بعد كده من شويه تروح تنزل بقى تجيب السندوتش وتسرح وتتكلم في التليفون، فالمساله بتبقى يعني اسهل شويه. بس برضه انت عارف يا كابتن ناجي، تغيير التيشيرت برضه. لا لا والله، التيشيرت اللبني ده، التيشيرت الكحلي الجديد ده احسن من اللبني. لا ما تعملش بقى، لا مش الحاجات دي ما تفرقش خالص. لا ده انا بهزر طبعا، ما انا عارف انها ما بتفرقش. المهم محمد الشفيه يعني بسم الله ما شاء الله، عندنا حراس كويسه جدا، وشريف في الفتره الاخيره مأدي بشكل رائع، واعتقد كان في مكالمه بينه وبين الكابتن زكي. ما دي اللي كنت عايز اتكلم حضرتك عليها، موضوع التفاهم الشديد اللي عمله الكابتن زكي باسلوب محترم قوي واسلوب راقي قوي في التعامل مع شريف اكرامي وعبد الواحد السيد. انا امبارح لما كان معايا امبارح كابتن زكي عبد الفتاح، اسلوب حلو قوي يا كابتن ناجي، واسلوب مريح. لا هو الراجل حاله فيها شريف دلوقتي، فاتكلمنا قال لي يعني انا، هو بيلعب في المباريات الافريقيه، وحتى جه التمرين مره قبل يعني الاسبوع اللي قبله كانوا في التمرين. مظبوط. وقال لي انه يعني شريف بيلعب يعني انا بس انا كنت عندنا مشاكل في الصوت، نشوف كابتن ناجي مره ثانيه بعد اذنكم عشان الصوت يبقى معانا واضح للساده المشاهدين.